تغسيلك والاكسسوارز، اخترتي الحاجات دي في وقت قد ايه؟ بصراحه يومين. اللي واجب انا كنت مظبطه فستان كنت هلبسه النهارده، وكان بقالي فتره يعني عامله حسابي ان انا هلبس فستان معين، ولكن بالاخبار اللي حصلت احنا قلنا يعني احتراما للموقف ان احنا طبعا مش هينفع ان احنا يعني ما نجيش، لكن برضو عايزين ندي احترام ل الله يرحمه الاستاذ محمود عبد العزيز، فعشان كده قررنا نلبسه. بقول لك كمان الروج الاحمر فعلا ان يعني احمر مع الدريس الاسود. ثانك يو، ميرسي. امينا نجاح جراند اوتيل الكبير جدا، وكنا بجد مستمتعين جدا بدورك. نجاح المسلسل ده كله ما خوفكيش لبعد كده؟ طبعا خوفني جدا، بس يعني مش هخلي الخوف ده يسيطر عليا وانه يحط عليا ضغط. يعني انا ماشيه في السكه اللي انا ماشيه فيها قبل جراند اوتيل، طبعا في ضغط ان انا عايزه ابسط الناس في اي عمل انا بعمله يعني. فانا يعني اشتغلت على فيلمين لحد دلوقتي، وان شاء الله هنشوف بقى رمضان الجاي ايه اللي هيحصل، بس يا رب خير. كان سمعنا ان في جزء تاني من جراند اوتيل، الكلام ده صح ولا غلط؟ لا ده مش حقيقي. تفاصيل كده عن السينما، ما ينفعش ابقى معايا القمر وما اعرفش منها التفاصيل. انا لسه مخلصه تصوير فيلم الشيخ جاكسون مع عمرو سلامه، وحاليا بصور الخليه مع الاستاذ طارق العريان بطوله احمد عز.